السلام عليكم، مرحبا بكم مجددا في قناتكم مطبخ وفاء. نتمنى تكونوا في احسن الاحوال يا ربي وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم جيت نشارككم الوصفه ديال الغريبه ديالكم. من اسهل ما يكون، كتجي معلكه وبنينه ما تشبعوش منها. كنحتاجوا جوج بيضات، واحد الكاس ديال الزيت او ما يعادل 150 غرام، كاس ديال الدقيق او ما يعادل 100 غرام، وكاس ديال السكر كلاسي كذلك 100 غرام. عندي هنايا واحد القبيصه ديال الملح، واحد المعلقه صغيره عامره ديال النكهه الحامض، كما ممكن تعوضوها بقشور حامضه، وواحد جوج معالق كبار ديال الكونفيتور. نخدموا هاد العناصر مزيان مزيان حتى كينسجموا. الاخير كنضيفوا الكوك على حسب الخليط، والكوك خصو ضروري يكون من النوع الجيد، يكون يدم باش تجينا الغريبه ديالنا معلكه وما تجيناش ناشفه. كنضيفوا ايضا جوج خمارات ديال الحلوى او ما يعادل 15 غرام. كنبقاو نضيفوا الكوك شويه بشويه حتى كنتحصلوا على هذا القوام، هذا كيكون رطب ومرخوف كيتلصق في اليد. كنخليوه جانبا يرتاح واحد 10 دقائق، عاد كندوزو باش نشكلوه. غادي نحتاجوا القليل من المزهر باش ندهنوا يدينا. عندي هنايا سكر كلاصي سبيسيال باش نفند الغريبه ديالي. كنشكلوا الغريبه ديالنا على هذا الشكل هذا. كنبندوهم في سكر كلاصي وكنسدفوهم في واحد اللاطه ديال الفران. وكنضغطو عليهم بالصبع ديالنا. كندخلو الغريبه ديالنا الفران، يكون مسخن من قبل على عافيه متوسطه. في الاول العافيه كتكون غير من الفوق حتى كتبان لنا تشقات، عاد كنردو العافيه تحت منها ونخليوها تطيب واحد 10 دقائق ربع ساعه كتكون واجده. من بعد غوش في طيابها باش ما تجيناش ناشفه وقاصحه. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديالها من بعد ما طابت، كتجي معلكه وبنينه، ضروري خصكم تجربوها. وكيكون هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، نتمنى يكون الاعجاب ديالكم الوصفه، تجربوها حتى هي تعجبكم. بقاو على خير.